مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. نحكي على أورانج اللي تنظم حدث كبير لأول مرة يصير في تونس بالحجم هذية اللي هو الأورانج جيمينج شو. تجمع تحضروا الأكبر عرض جيمينج في تونس في قصر المؤتمرات بالعاصمة وتعيشوا أجواء التظاهر هذه لحظة بلحظة. دونك باش نتابعوا احنا ليفينمون هذية كي العادة دوبليكس اون ديريكت من قصر المؤتمرات مع زميلنا إسماعيل موجود على عين مكان باش يوصف لنا الأجواء والجو غاديك اللي موجود مع الأورانج جيمينج شو. صباح النور إسماعيل، مرحبا بك. صباح الخير يا ليندا، وصباح الخير بكل مستمعي مزيكا فام. اكزاكتومون، الحدث اليوم في تونس للمغرومين بعالم لي جو فيديو هو لورانج جيمينج شو من تنظيم اورانج. نحكي لهنا على اكبر عرض وتظاهره للجيمينج في تونس، وهذه خلينا نقولوا الاول مره في بلادنا باش نستقبلوا ان ايفينمون من الحجم هذا مع الدوره الثانيه للمسابقه الافريقيه اورانج اي سبورتس اكسبيرينس، واللي انطلق البارح نهار 14 ديسمبر 2019، ومازال باش يتواصل اليوم زيدا نهار لحد 15 ديسمبر 2019 بقصر المؤتمرات. وانت سنة فيكم اون اكسبيريونس انيديت 100% جيمينج، هكا حبيت نسميها وهكا حبيت نوصفها، وين باش تعيشوا وتتفرجوا على دي تورنوا على دي جو يحبوهم التوانسه كيما بي او اس 2020، اسفالت 9، ستريت فايتر 5، لول، فري فاير. ويا ليندا حاليا فما ماتش يتلعب بين اليوفي والبرسا على بي او اس 2020، ونتيجه 5 بلاش نلعبوا لهنا دقيقه 70 شكون خمسة شكون بليج. خلينا بشوي مثلنا ما كتعرف فاسيلمون ينجم معنا تتقلب المعطيات تتقلب صحيح. اكزاكتومون، مثلنا نلعب وتويكا التوقيت ونعطيكم النتيجة بشوية معنا لحظة يا ليندا كيف ما قلت فما دي برايز بول معنا فلوس لربح توصل حتى الى 50 مليون، معنا شو كبير يستنى فيكم وفرجة كبيرة قوية برشا خاصة اليوم عنا الفينال. طبعا بعد نرجع نمدوكم بالنتائج كيف ما قلت وقوا من هكا أورانج تزيد تفرح بيكم، فما برشا كادويت ربح. أسمع الليستة متاع الكادويت يا ليندا. سمعني فما بلاي ستيشن 4 هذه الأولى، فما دي سيكران جيمينج هذه ثانية، فما دي باور بانك هذه ثالثة، فما دي كارت دو روشارج أورانج بقيمة 100 دينار هذه الرابعة، وبرشا كادويت أخرين. دونك البارح برشا من الحاضرين من بعد التيراج وصور روحوا ربحين كادويت، واليوم زادة ربح مازال مضمون. ماكم تعرفوا مع أورانج ديما ربح وأكيد الناس الكل تنجم تجي تلعب وتشارك وتربح نهار كامل على ذمتكم 100% جيمينج من توا حتى للسبعة متاع العشية في قصر المؤتمرات مع لورانج جيمينج شو. هنا نستنى فيكم وإحنا يلين ده شوية خد باش نتقابلوا مع ماضي ساعتين ونص، نعطيكم لمحة على آخر النتائج متاع الفينال ونعطيكم زادة هكا شنو يستنى فيكم والأمبيونس الموجودة لهنا. دونك هنا نستنى فيكم في قصر المؤتمرات مع ليفينمون دو لاني لورانج جيمينج شو. هكا الماتش لولين يكون في 5 بليش لليوفي ضد البرسا على لعبة بي او اس 2020 كانت هذه سبور اكسبريس يا ليندا. اي حتى انا جيت نقول لك جوستومون يعطيك الصحة، ميرسي بوكو اسماعيل. فريمون الامبيونس هي اللي ظهر فيها في قصر المؤتمرات. بون فاكونس هزو صغيرات سيرتو المغرومين بالجيمينج لي جو فيديو مع لورانج جيمينج شو. كيما سمعتوا اسماعيل ساعتين ونص تكون مع مداخلة أخرى اون ديريكت باش يزيد يوصف لنا الأجواء، فما دي تورنوا شوفوا النتائج نتاعهم، انيماسيون سور بلاس، فما برشا كادويت واكسبيريونس هايله مع الاورانج جيمينج شو ان با غاتي. بديت البارح تتواصل اليوم على طول النهار في قصر المؤتمرات.